شهد مسرح أوبرا دمنهور افتتاح فعاليات المهرجان الصيفي الموسيقي والغنائي والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة ويستمر حتى الثلاثاء المقبل. يضم هذا المهرجان عددا متنوعا من الفقرات لمجموعة متميزة من الفنانين في ضوء اهتمام الدولة بإثراء الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية. اهتمام كبير توليه الدولة لتثقيف المواطنين وبناء الإنسان عبر أنشطة فنية وثقافية متنوعة تقام بمختلف محافظات الجمهورية. هنا في محافظة البحيرة وتحديدا على مسرح أوبرا دمنهور تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء لإرساء أهمية الثقافة وتنمية ودعم المواهب بالمحافظة. احنا النهاردة في دار أوبرا دمنهور بنحتفل بافتتاح مهرجان الصيف للموسيقى والغناء. مهرجان متنوع وفي عدد من الفقرات والفنانين علشان برضو ندي يعني لمحة وأهمية للثقافة وتنمية المواهب في محافظة البحيرة. الفترة الجاية هنشهد إن شاء الله مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في نسخته الثانية بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة. الفعاليات تنطلق بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، حيث يضم المهرجان عددا من الفقرات التي يقدمها مجموعة متميزة من الفنانين بالإضافة إلى عزف الموسيقى المصرية الكلاسيكية. بنحاول إن احنا نقدم تنوع فني، وده حاصل في البرنامج اللي موجود في المهرجان الصيفي الأوبرا دمنهور. هتسمعوا موسيقى مصرية كلاسيكية وأغاني قديمة. احنا عندنا هنا ان شاء الله تنمية مواهب، فاحنا بنحاول ان احنا يبقى فيها فرايتي كتير يعني من الموسيقى والغنى، وفي رسم عندنا، يعني بنحاول نقدم ثقافات مختلفة ومتنوعة. هذا وتقوم دار الأوبرا بطرح تذاكر الحفلات بأسعار مخفضة حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور مختلف الحفلات الفنية والغنائية.